انا شايف انها اجراءات كثير مدروسه صح ومعموله بطريقه كثير مرتبه ومنظمه، في تباعد ممتاز، في سرعه بالاداء كثير حلوه، في تعاون من برا لنفوت لجوا، انا شايف كله عم بتعاون معنا لانجاز هذا الشيء بكل سهوله، وبنفس الوقت انه يكون مطبق معايير التباعد والصحه العامه ان شاء الله يعني اللي كنا مسؤولين عنها. هو الشيء الاكيد انه كل ما التزمنا اكثر ودعينا للمنتسبين لهي الرياضات انهم يلتزموا معنا، والموظفين والعاملين والرياضيين الكل كفريق واحد يلتزم، بتخيل القطاعات رح تضلها فاتحه وبتخيل رح تعطينا ديمومه في عملنا. ولكن اذا بعدنا عن هذا الالتزام وشفنا الارقام وشفنا انه في مخالفات كثيره، اكيد الدوله رح تتجه نحو الاغلاق تمام مره، وهذا الشيء رح يكون في مش بصالحنا ابدا، لانه خلص يعني احنا هيك القطاع وصل لمرحله من التعب عالي جدا، فلازم انه نتعاون كلنا مع بعض ونشد على موضوع الرقابه والتباعد، وان شاء الله انه شوي شوي بنمشي يعني الامور. اجراءات بسيطه يعني شغلات اساسيه ذكروها بالمواقع التواصل الاجتماعي، وانا يعني شخصيا جبت الاغراض هاي و يعني خلال دقائق يعني كانت طلعت لي الموافقه. كله مرتب الامور، في واحد يستقبلك على الباب بيعطيك الورق وبيعطيك الاجراءات وبصوتك جوا، كل الامور تمام منظمه ما شاء الله عليك.